طيب سيد مصطفى، الكابتن حفيظ استدرك هذه التدوينة بتدوينة أخرى بعد حالة غضب كبيرة من قبل السوريين على السوشيال ميديا، وأشار إلى أنه ابن لثورة عظيمة وأنه لا يمكن له مطلقا أن يدعم القمع وسفك الدماء. بماذا تعلق على هذه التدوينة؟ بالنسبة له هو يعني أراد أن تغيير الموقف، لكن بطريقة ما، فكيف يدعم الثورات ويرفض ثورات الربيع العربي؟ هنا تناقض كبير. كذلك أيضا هو يدعم حرية الشعوب في حين أنه يدعم سفاح. لا يمكن أن ندعم، يعني أن نعمل بازدواجية في المعايير. عندما ندعم حرية الشعوب فلا بد أن نسقط هذه الأنظمة الدكتاتورية. النظام السوري ارتكب الكثير من المجازر، قتل قرابة المليون، وثق منهم وفقا لمنظمات دولية قرابة 150 ألف، إضافة إلى المئات الآلاف المفقودين داخل سجون النظام السوري. أضف إلى ذلك هنالك أيضا ملف آخر وهو ملف المهجرون قسرا، وهنا أتحدث عن مخيمات النزوح الداخلي التي بلغت أعداد سكانها قرابة 7 ملايين. إضافة لكل ذلك هنالك في خارج سوريا 7 ملايين، بمعنى آخر أنه لم يتبقى في سوريا سوى 7 ملايين، في حين أنه حتى هذه اللحظة هنالك جلب الكثير من الميليشيات الولائية متعددة الجنسيات تحت بند زيارة العتبات المقدسة، ومن ثم تمنح الجنسية السورية وفقا لدفاعها عن نظام الاستبداد الأسدي وتوطينها في المناطق التي تم تهجير أهلها. بمعنى آخر عملية تهجير الديموغرافي ما زالت مستمرة، وهذه جريمة. لماذا لا ينظر إليها دراجي ويتحدث عنها بشكل واضح ويعالج العرض الحقيقي المرض الحقيقي وليس العرض المتمثل بالنظام السوري؟ لكن حقيقة الأمر هنالك حملات تهجير ديموغرافي تجري في سوريا لا يجب أن يلتفت إليها المواطن العربي، ووجه التحديد أتحدث عن الشعب الجزائري، والشعب الجزائري شعب حي رفض الاستعمار الفرنسي وسيرفض كافة يعني كافة مخرجات هذا الاستعمار، سواء كان من خلال بعض الأنظمة القائمة أو حتى بعض الأنظمة التي تدعم من تلك يعني هذا النظام. لذلك أعتقد بالنتيجة المطاف هذه الشعوب حية وسترفض كل ما يسعى إليه من تشويه من قبل بعض المستفيدين من تلك الأنظمة. وأنا أتحدث بوجه التحديد عن دراجي وغيره، هنالك الكثير مما يدعمون هذه القوى. هنالك مثلا على سبيل المثال حصل في القضية الفلسطينية عبد الباري عطوان الصحفي الفلسطيني.